مرحبا. أهلا خالد. جبال شاهقة، غابات كثيفة، منحدرات صخرية، وإطلالة رائعة على البحر والجبل، وقليل من البيوت المتناثرة هنا وهناك. إنها المواصفات المثالية لضيعة ضائعة. هنا جرى تمثيل المسلسل السوري الشهير الذي حول قرية السمرة، وهو اسمها الحقيقي بالمناسبة، إلى مقصد للزوار والسياح. هلا هون في طبيعة كثير حلوة، يعني جبال وبحر فوريا، خضار بجنن، ووجودكم كمان كثير حلو. ونحن هلا بايام العسى، اول شهر عسل عرسان جدد انا ومرتي. الله يبارك، اي والله الله يبارك بعمرك ان شاء الله، نفرح بالعزابه كلياتهم الهي. طبيعه كثير رائعه، منطقه كثير حلوه، كانت منسيه ضيعه ضايعه، هلا صارت كثير معروفه. ننبسط كثير بهالمناطق وبشعبها المضياف، وبسوريا كثير حلوه، سوريا فعلا جنة الله على الارض. والله انا من حلب، جينا على اللاذقية لنبرك ومنستقمنا، صرنا 7 سنين، حبينا اللاذقية وحبينا اريافها واصطيافاتها وطبيعة الحلوة. يا غصين البالك اليسري. وهنا في وادي قنديل يحظى هذا الشاطئ بمكانة خاصة عند السوريين، فعلاوة على الجمال الاستثنائي الذي تحظى به طبيعة المنطقة، شكل انخفاض أسعار شاليهاتها عامل جذب إضافيا للأسر والشباب، ليصبح المكان ملتقا للسحر والجمال.